وحول ذلك من مدينة حيفا ينضم إلينا مراسلنا أدهم حبيب الله. أدهم، يعني كما نشاهد الاحتجاجات مستمرة، كيف بالفعل كانت هذه الاحتجاجات بعد مقتل الشاب من الأصول الإثيوبية؟ هناك حالة من الغضب الواضح تجاه الشرطة، عندما نتحدث عن هذا الغضب الذي أخرج اليوم وتم إغلاق الشريان الرئيسي الرائد ما بين مدينة حيفا وأيضا العديد من المدن المتاخمة لمدينة حيفا، احتجاجا على ما حدث بالأمس من قبل الشرطة الإسرائيلية. وواضح طبعا أن هذا الغضب هذه المرة استمرارا للعديد من المواجهات التي كانت ما بين الشرطة الإسرائيلية وما بين الأثيوبيين في السنوات الأخيرة. نتذكر ما حدث في عام 2015 عندما قامت أيضا المتظاهرين الأثيوبيين بإغلاق رنين الشوارع المركزية في مدينة تل أبيب بعد نشر الفيديو الذي كان وأضر عملية قتل الجندي الأثيوبي، واليوم هنا يستمر هذا المسلسل. واضح أن يعني الحديث يعني لربما المضحك المبكي أيضا عندما نسمع أن الاحتجاجات وبخلال مواجهات كانت مع الشرطة اليوم يقولون نحن لسنا عربا، وهذا ما يدل على السياسة العنصرية التي تتبعها لربما إسرائيل في العديد من القرارات وفي عملية أيضا الضغط على الزناد عندما يكون هذا ليس عربيا أو عربيا. وهذا ما يقول هنا المتظاهرين أن سياسة التفرقة والعنصرية تجاه هذه الأقلية التي تعيش في إسرائيل واضحة على مدار السنوات حتى منذ استقطابهم في سنوات السبعين. إذن كما ذكرت أدهم، سياسة عنصرية واضحة، كيف ينظر الإعلام الإسرائيلي إلى هذه الحادثة؟ هناك تركيز من جانب الإعلام الإسرائيلي إلى هذه الأقلية في السنوات الأخيرة لعدة أسباب. أولا، هذه الأقلية غير ممثلة من الناحية السياسية، لا توجد هناك أحزاب عرقية تمثل هذه الأقلية. وأيضا حتى لما كان هناك أعضاء كنيست في البرلمان الإسرائيلي هم اختيروا فقط على أساس فردي وليس على أساس عرقي، ولذلك هم حاولوا على مدار السنوات الدخول في الجيش الإسرائيلي كرفع سلاح باتجاه الأكثرية الإسرائيلية أو ما تسمى الأكثرية البيضاء، ليقولوا نحن هنا، نحن جزء من الشعب الإسرائيلي اليهودي. ونحن نتذكر حتى عند قدومهم وإجلائهم إلى إسرائيل كانت هناك خلاف حول تعريفهم إذا كانوا يهود أو غير يهود، وهذا ما كان الخلاف ما بين الحاخامات. ولذلك اليوم نشاهد أيضا أن حتى الاهتمام واضح وصريح. ولكن دعني نضيف أيضا نقطة أخرى، دائما ما مارست الشرطة الإسرائيلية سياسة الضغط على الزناد في كل مسألة القتل والتعامل مع المواطنين من أبناء الأقليات أو أبناء البشرة السمراء. ولذلك اليوم ما نشاهده عندما خرجوا ليتظاهروا فإن الشرطة تتساهل في هذه العملية بعكس ما يجري في المجتمع العربي في إسرائيل مع ارتفاع العنف والجريمة. نحن نشهد ما كان من محطات كان فيها عمليات قتل لمواطنين عرب من قبل الشرطة الإسرائيلية، ولكن عندما كانت هناك تفرقة لهذه التظاهرات استمروا في القمع بعكس ما يجري هنا. نحن نتحدث عن شريان مركزي، إضراب من قبل جميع الأماكن التجارية، وتواجد لهذه الأقلية المنتشرة في إسرائيل في تمركز في موقع واحد، وهي تتظاهر وتدعو أيضا لمظاهرة كبيرة يوم الأحد. من مدينة حيفا أريد أن أشكرك مراسلنا أدهم حبيب الله.